Brain Computer Interface بالعربي واجهة المستخدم بين المخ وآلة واللي معروفة أكثر في العالم بالأكرونيم تاعها BCI. شنية BCI بالضبط؟ هي علاقة بين مخ الإنسان وأي نوع من الآلات اللي تخلي سينيالات المخ يقوموا بـ External Activities كما الكتيبة ولا المشي من غير ما يستعين العبد ببدنه. كيفاه يخدم BCI؟ المخ من داخل متكون من نيورونز، خلايا عصبية، خلايا هذه تتواصل مع بعضها بشحنات كهربائية ضعيفة. BCI ينجم يسمع الكوميونيكاسيون تاع النيورونز اتخافير دي زيليكترود متطورين وينتربريتيها. اون فوا ديتكتينا السينيال هذا، نجمو نحاولوه باش نتحكمو في آلة وإلا بروجرام معين. وين وصل BCI حتى لتوا؟ التكنولوجيا هذه قاعدة تقدم كل يوم، وصلت ديجا لإنجازات كبيرة عاونت المعاقين بالكدا. في كأس العالم 2014، إنسان مشلول عطاه هو رجلة بداية التورنوا. وفي 2014 زادة، مرا مشلولة نجمت توكل روحها لأول مرة بعد ما وصلت تحكمت فيه الدروبو أتخافير BCI. كيف التكنولوجيا هذه قاعدة تعاون في العباد الباراليزي كيما المرا هذه اللي نجمت تكتب 8 كلمات في الدقيقة من غير ما تحرك يدها بمخها أكهر.